نقدر نقول لك على إيرفين رونار هو أنه كتعرفه بعد سي فخر الدين الله ودي لا التقيتي كان احتكاك أنا صراحة جميع يعني المدربين من غير الله يرحمه أري ميشيل اللي كان كيجي لواحد النادي اللي والكا في الدار البيضاء يمكن ما تقريبا كاع المدربين من سنين المغاربة اللي دازوا في كان صاحبك جيرت واقيلا نتايا لا انا صاحبي انا اللي صاحبي هو بومي والزوجه ديالي هادو مصحابي انا باش نقول لك اش كاين هادو مصحابي باش نصاحب انا مدرب راه كيشتغل كما قال فؤاد باش ما نديروش حنا هنا ولي الا كنديروا بحال داكشي ديال الرموات غادي نبدا نهضروا عليه داكشي ديال الزوين وهذا انا مدرب بالنسبه لي خبر هذا خبر على جناسي هضرنا على الامور الفنيه فيما سبق من الحلقات والله لا اسمح لي حيت هذا سي تنشوا ديال انا رئيس تحرير لا انت رئيس لك انا بالنسبه لي انا كخبر قلتي لي ابلاتي قلتي لي واش صاحبك ولا مش صاحبك انا صاحبي اللي قلت لك راه قلت لك شكون هو صاحبي هذا السيد جا جبتو الجامعه كيشتغل كيتقاضى واحد الاجر اللي هو تبارك الله صعيب الله يكمل عليه حاجه اخرى انا نقول لك ماشي بزاف ماشي بزاف الشغل هذاك انا ما كنمشي انا اللي كنعطيه كاينه حاجه اخرى المنتخبات الاخرى اللي كانت جابته عنده واحد الميزه وهو انه ملي كيمشي ملي مشى للكوت ديفوار فيها الوجوه فيها دروكبا وفي هذا وقدر استطاع باش يخلق يعني كيف كنقولوا منتخب ولعابه ملي مشى يعني كيف كنقولوا زامبيا يعني نفس الشيء وقع وحتى ملي جاء المنتخب المغربي الفوضى اللي كنا كنشاهدوها ما بقاتش شفنا منتخب يعني كيف كنقولوا حنا منتخب عاد تكلمنا انا وكانه في بانه المجموعه ما كانش كيعتمد على 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 اشخاص زياش براسو اللي كان كي واحد الوقيته وقع لي مع سوء تفاهم الاولى تدخل رئيس الجامعه وهذا ما كانش غادي يكون كاع فسميتو هذه مسائل اللي كنصفق عليه بحراره اما الاشياء الاخرى انوفل فهذيك تبقى شخصيه النقاديه انا بغيت نقول لك انه هذا يعني التقاء الخبر عدد من الصحف اصبحت يعني شبهته اسبانيا على وجه الحدود يعني وجه خاص شبهته باحد الممثلين في سلسله شهيره هذه نقطه مشكل خدينا كخبر يعني ما فيها باس وفي اثناء المونديال صدرت بعض المقالات تتحدث عن ان وسامه هذا هكذا العنوان كان وسامه مدرب المنتخب المغربي تلهب الاعلام في روسيا ولا ما عرفتش شي حاجه من هذا هذاك ديال ما فيها باس اللي هضرنا عليه شنو المدرب ديال كرواتيا تبارك الله توقوي من الشوت هو بداك لو بول ديالو شفنا ديال صربيا هو الناس هضرت له على القميجه البيضاء من ايامات كان كيدير لا كانوا الناس كتناقش عنده قميجه وحده ماشي وحده هذيك ماشي وحده غير كنقول لك زعما كتناقش الناس في البرامج لماذا هذا الشوا اللي عنده في لباسه انه كيختار القميص الابيض وبالتالي يعني يناقش يعني هندامك شكلك وسامتك شنو قاعد ديال الروبوي ما كيقدرش ينوض تناقش في ما هو بعيد عن ما هو فني لو باقي المغرب لاعب مثلا مباراه في الدور الثاني لما رايتنا لا نناقش مساله تبارك الله خدامين ومقادين وكيلبسوا زين في المغرب موجودين كاينين موجودين